محامي زميل، يعني محامي زميل ليك نفس الحقوق اللي لينا وعليك نفس الواجبات اللي على المحامي. انا انصحك نصيحه صغيره، تحافظ على مظهرك وعلى لبسك، تخلي اللي يشوفك يقول عليك محامي من لبسك، من زيك، من احترامك لنفسك، تكون محترم وقور، عندك هيبه، تمام. وغذي نفسك بالعلم، يعني تعلم، هات كتاب، في كتاب ب10 جنيه ب20 جنيه، وانت تلتحق بمكتب محامي هتلاقي عند المحامي كتب، اقرا كتب، ما يديكش ملف كده تقول لي اللي على النوته وخلاص، لا، تقرا الكتب الموجوده وتعلم القضيه ازاي. ما حدش هيعلمك، انت اللي هتعلم نفسك. لو عندك استعداد هتتعلم هتتعلم، ما عندكش هتفضل قاعد زي ما انت. لو انت داخل المحاماه عشان تلاقي وظيفه، يا ريت من النهارده دور على وظيفه، سيب المحاماه. المحاماه عاوزه الاهتمام بالمحاماه، وكون عندك امانه مع نفسك، وامانه مع الموكل معاك، وامانه مع زمايلك، وخلي عندك حسن الخلق، وخليك انسان محترم، اللي يحترمك احترمه، تعامل باحترام مع الناس ومع الغير. واعرف ان الورقه اللي يدي لك المحامي دي تحضرها في المحكمه امانه، ممكن جواها عقد، ممكن جواها ايصال امانه، ما ينفعش تهمل في الاوراق اللي معاك. اهمالك في المستندات دي يترتب عليه خساره حق واحد موكل، ويترتب عليه انت نفسك تعرض نفسك للمسؤوليه، ممكن تتحبس، ممكن تتوقف عن عمل المحاماه. فلازم تكون حريص على الورق اللي معاك، اللي بيديهولك زميلك المحامي اللي انت بتتعلم عنده. اهتم بالمحاماه، بلاش تقعد تسهر طول اليوم على الفيس وببجي والكلام ده كله، ويديك زميلك اللي انت في المكتب ملف، انت هتضيع الملف طبعا، سهران للفجر، مش تقدر تكون بدري. المحاكم عاوزه التزام، والمحاماه عاوزه التزام. ولا اطول عليكم الحديث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.